الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل. الداخلية تواصل جهودها في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. المزيد في التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، ولواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ولواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ولواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ولواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعياً نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحدث المعايير العالمية. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع عقده اليوم الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وأكد مدبولي أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث العالمي الضخم ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم، لا سيما وأن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية. ورحب مدبولي بالدور المحوري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني فيما يخص قضايا المناخ والموضوعات ذات الصلة بأجندة مؤتمر المناخ، مؤكدا أن المجتمع المدني سيمثل شريكا رئيسيا في نجاح هذا المؤتمر. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم اجتماعا لبحث تعزيز فرص التعاون الممكنة بين الحكومة والشركة المصرية الألمانية للمضخات بمصر المتخصصة في إنتاج الطلمبات، فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. ولفت مدبولي إلى أن الرئيس السيسي كلف بالتنسيق من أجل زيادة مجالات التعاون مع الشركة فيما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. المزيد في التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع،
حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 828 عنصرا إجراميا ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن. والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 314 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 111 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 990 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاشان و18 بندقية قناصة و114 بندقية و93 بندقية آلية و64 مسدسا و699 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل1780 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 444,141 حكما قضائيا، من بينهم 1744 حكم جناية، 161,333 حكم حبس، و216,517 حكم غرامة، و64,547 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا 30 متهما، قاموا بارتكاب 32 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 79 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 109 متهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2890 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالية 3188 متهما، من بينها قرابة 2202 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وأكثر من 3266 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 115.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 24 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يزيد على 42.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 51,979 قرص مؤثر و 54,037 قرص ترامادول مخدر و 1751 قرص كبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 198 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.